تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم المستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها زميلتي اليوم دكتورة بدرية الحرمي، ولكن قبل ذلك نرحب أيضا بطاقم البرنامج معنا في التنسيق ميرا المهيري. صبحت الله بالخير ميرا، وأحلى تحية لمخرجتنا رحاب المروشد. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور محمود، صباحكم حب وتفاؤل وإيجابية أعزائي المستمعين. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية اليوم في برنامجنا، ونحب نذكركم أرقام التواصل 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية 4006. شاركونا ونترياكم. خمستين دكتورة مو خمسة واحدة. خمستين ايه 600-55-1414 حافظ ما شاء الله. ايه لأنا سمعت قلتي خمسة واحدة يوعانا شكلي. لا ما فطرت الحين ما خلي الفطور الحين بيجيبوا لك ريوق، مو مشكله. عموما على طار الريوق يقول لك السمنه المفرطه ترفع خطر الاصابه بسرطان الكلى، حيث حذرت دراسه بريطانيه حديثه من ان زياده الوزن والسمنه المفرطه يمكن ان ترفع خطر الاصابه بسرطان الكلى بنفس النسبه التي يسببها التدخين. وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا أن السمنة تتسبب في حوالي 25% من إصابات سرطانات الكلى، فيما يؤدي التدخين نفس نسبة الإصابة الربع يعني تقريبا. عموما تم احتساب عدد حالات الإصابة بسرطان الكلى الناتجة عن السمنة من خلال جمع إحصاءات السكان مع البيانات الطبية التي تكشف فرص تطور المرض لدى من يعانون من زيادة الوزن. ووجد الباحثون أن نحو 20 ألف شخص أصيبوا بسرطان الكلى في بريطانيا خلال العقد الماضي، وخلال العقد الماضي بسبب السمنة التي رفعت معدلات الإصابة بنسبة 40% خلال الفترة، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في المستقبل. قالت الدكتورة جولي شارب مسؤولة معلومات السرطان في مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية أن زيادة الوزن أو السمنة ترتبط بحوالي 13 نوع من السرطان. في مؤسسة أبحاث السرطان البريطانية أن زيادة الوزن أو السمنة ترتبط بحوالي 13 نوع من السرطان بما في ذلك الكلى التي أصبحت أكثر شيوعا. وأشار الباحثون إلى أن الوزن الزائد يتسبب في مقاومة الجسم للإنسولين، وبالتالي ارتفاع مستوياته وانقسام الخلايا سريعا وإصابة الكلى بالسرطان. أيضا نوه الباحثون إلى أن إجراء تغييرات صغيرة في الأكل والشرب والنشاط البدني والالتزام بها لفترة طويلة يعتبر وسيلة جيدة للحصول على وزن صحي. تكلمنا وايد دكتورة عن موضوع السمنة. طبعا السمنة لها دور وايد في وايد أمراض، ومثل سرطان الكلى هذا من أقل السرطانات انتشارا، أقل من الرئتين وأقل من الثدي، لكن ما يقل يعني أهمية عنهم. بس الشيء اللي فيه سرطان الكلى أن أعراضه تكون غير واضحة في البداية، وانتشاره بطيء وحتى نموه بطيء، فيعني عشان شيء لو حتى اكتشفوه متأخر فإن فرصة الشفاء وفرصة العلاج تكون عالية. فعشان شيء وايد من الأسباب اللي ذكرناها، طبعا السرطان العوامل بيئية وعوامل
وراثية. ومن أهم الأسباب اللي أنت ذكرتها اللي هي السمنة واللي هي التدخين، وبالإضافة لارتفاع ضغط الدم، بالإضافة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الكلى اللي يسوون غسيل الكلوي بسبة الفشل الكلوي مثلا، هذه اللي لازم بعد يتابعونهم كل سنة. زين. والشيء الثاني بعد أن التاريخ العائلي، إحنا ما نقول أن سرطان الكلى هو مش من الأمراض، يعني مش من السرطانات الموروثة لكنها المكتسبة، لكن إذا كان عندنا في العائلة حالة أو حالتين ممكن نزيد خطر الإصابة بهذا السرطان. فطبعا مثل ما ذكروا أن إجراء تغييرات في أنماط الحياة هاي وايد مهم، اللي تحتوي على الفحص الدوري هذا وايد مهم عشان اكتشاف المبكر له، لأن مثل ما قلنا أن أعراضه غير واضحة في البداية. الشيء الثاني الأنماط الحياة المختلفة اللي هي مثل التغذية، ممارسة الرياضة، يعني التقليل من التدخين أو الامتناع عن التدخين مثل ما نقول. والشيء الثاني شرب الماء وايد مهم، وطبعا هذه كلها تساهم أن هي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكلى. مثل ما نقول يعني سرطان الكلى أسبابه مو بواضحة، ما نقدر نقول في أسباب هناك لحد الحين ما في شيء واضح، لكن هاي كلها عوامل تساعد أن تزيد من خطر يعني التدخين الصحة. سبب واضح دكتورة، يعني الواحد اللي يدخن ممكن يصيبه سرطان الكلى. ممكن ترى احنا شو نقول، ما نقول انه هو السبب، انه نقول عامل كل هاي عوامل خطورة، عوامل خطورة. صحيح. وايضا يعني من ضمن العوامل هذه انه حطوا موضوع السمنة في نفس الليفل مع التدخين من خلال هذه الدراسة، فالمسألة جدا ضرورية ان الواحد ينتبه الى يعني نمط حياته. صحيح. وينتبه الى اكله مثل غيره. يعني انت مثل ما قلت انه السمنة تزيد من الانسولين، مقاومة الانسولين، هالانسولين مهم عشان يكسر لنا الكربوهيدرات ويكسر لنا الدهون، واصلا يتم معالجته جزئيا وين في الكلى، عشان شيء إدارة يعني السمنة، زيادة السمنة تزيد من نسبة هالانسولين، فممكن يكون في علاقة مع سرطان الكلى. دكتورة ندى الملة تسلم عليكم من ورشة لغة الإشارة. عليك السلام. ما عدبتينا عاد البرنامج بتكلمنا بلغة الإشارة، مشكلة. والله زين بنتعلم بعد. هيك ترى غايبة الحين من يوم الخميس الأحد الاثنين وحين الثلاثة بنشوف. تقول مريضة. ما تشوفين شر دكتورة، مريضة البارحة معرض الكتاب ما أدري شو تسوي عندها محاضرة. أهمية القراءة. عموما نحن متواصلين معاكم عبر برنامجكم صحة وسعادة. طبعا أرقام التواصل معنا اللي حاب يتواصل معنا على 600-551-414 والرسائل النصية 4006. زين. وأيضا موجودين معاكم على إنستغرام نور دبي اللي حاب يتابعنا كذلك ويشوف التفاصيل كلها. بعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم عن احتفالات مستشفى لطيفة بأسبوع الرضاعة الوطني، بتكون معانا رندا عبد الفتاح استشاري الرضاعة الطبيعية بمستشفى لطيفة، بنتكلم عن موضوع الرضاعة الطبيعية بالتفصيل. ليش؟ لأن موضوع جدا مهم دكتورة، وأعتقد أن يجب أن يتم. صحيح. توعية الأمهات. صحيح. لأن في بعض المفاهيم الخاطئة عندهن في موضوع الرضاعة الطبيعية، فعشان شي خلكم ويانا لا تروحون بعيد واسمعونا، الموضوع جدا مهم. فما أطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله من لأكيكم صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا دكتورة 600-551-414 وعبر الرسائل النصية 4006. شاركونا وعطونا رأيكم، اليوم بنتكلم عن أسبوع
الوطني للرضاعة الطبيعية اللي بيحتفلون فيه مستشفى لطيفة الأسبوع الجاي تحت شعار مع الرضاعة الطبيعية المستدامة. وهذا الأسبوع بهدف التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، ومثل ما نعرف كلنا أن الرضاعة لها أهمية في تحسين صحة الأم وتعزيز مناعة الطفل وحمايته طبعا من الأمراض المختلفة. وعدنا في الاستديو ضيفتنا اليوم الاستشارية رنا عبد الفتاح، استشارية الرضاعة الطبيعية بمستشفى لطيفة. أهلا وسهلا فيك. طيب يعني اختي رندا، إذا ما نتكلم عن الرضاعة الطبيعية بشكل عام قبل أن ندخل بالفعاليات اللي سويتوها والأنشطة اللي قمتوا فيها، خلينا نعطي المستمع أهمية موضوع الرضاعة الطبيعية لإقامة حملة كاملة وأسبوع وطني لهذه المسألة. هلا طبعا الرضاعة الطبيعية لها كتير فوائد، وكل العالم تقريبا هلا الكل بيعرف شو فوائد الرضاعة. يعني احنا حتى لما نحكي مع الأم الفوائد خلص الكل صار يعرفها. التوجه من باب التذكير، يلا نذكرهم. طيب هلا اوكي، اذا نحكي عن فوائد الرضاعة الطبيعية اجمالا، فهي بالنسبة للأم كمان بتساعد اول اشي الرضاعة على انها تشد الرحم يرجع لحجمه الطبيعي، كمان بتقلل من مستوى هشاشة العظام فيما بعد. البيبي لما يرضع الأم بتستنفذ من جسمها 500 كالوري تقريبا، يعني كأنها عم تعمل دايت بس بطريقة غير مباشرة، وفيما بعد بيقلل من السرطانات لا سمح الله مثل سرطان الثدي والرحم. هذا بالنسبة للأم. أما بالنسبة للطفل فبتكون مناعته ما شاء الله بتكون عالية وبتستمر لفترات طويلة. نسبة الذكاء كمان عند الأطفال اللي بيرضعوا طبيعيا أعلى بتكون من نسبة الأطفال اللي ما بيرضعوا طبيعي. كمان بالنسبة لمعدل الأمراض الحساسيات كل هاي الأشياء بتكون أقل من للأطفال اللي بيرضعوا طبيعي أكثر من اللي بيرضعوا صناعي. جميل. طيب خبرينا عن الفعالية والأشياء اللي تضمنتها من أنشطة. هلا أنا أول إشي اللي بحب أحكي عنه اللي هو أسبوع الرضاعة الطبيعية، أسبوع الوطن للرضاعة الطبيعية. طبعا كل برنامج بيصير بيكون عنده شعار معين، وهذا الشعار بالنسبة للرضاعة الطبيعية إحنا نتبع نفس شعار منظمة الصحة العالمية للأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، واللي هو كان هاي السنة معا لرضاعة طبيعية مستدامة. السنة الماضية بدأت اللي هي التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية في رحلة مدتها 15 عام تقريبا، يعني لعند 2030، كانت هي لتحقيق الأهداف اللي بترتبط بالنهاية بالرضاعة الطبيعية. بس طبعا ما ممكن انه نحقق هاي اللي هي تحقيق الانتمائية المستدامة، التنمية المستدامة، ما بتتحقق من غير وجود شراكات متعددة المستويات وعلى جميع المستويات. هلا السنة الماضية كان الشعار لرضاعة طبيعية مستدامة، هالسنة ضافوا له كلمة بسيطة اللي هي معا، بس هاي الكلمة فعلا إلها مدى كتير كبير إنه لازم الكل يتعاون فعلا أيوة لتحقيق هذا الهدف اللي هو رضاعة طبيعية مستدامة. وهي كانت عبارة عن دعوة اللي هي معا حول العمل من أجل الصالح العام، كانت دعوة للناشطين لصناع القرار لجلب كمان وسائل الإعلام مشاركة الشباب وجميع المؤيدين لهذا الموضوع إلى إقامة شركات جديدة وهادفة لهذا الرضاعة الطبيعية المستدامة. طبعا كان في كتير تحديات في البداية، وبس إن شاء الله يا رب هيك لما يكون فعلا كل شخص عارف دوره بالنسبة لهذا الموضوع. يعني الأب لازم يكون له دور، رب العمل لازم يكون له دور، المجتمع إجمالا لتشجيع الرضاعة الطبيعية لازم كل يكون له دور فعال لهالموضوع. كلام جميل اختي رندا. انزين الحين شو عندكم أنتم في هيئة الصحة في دبي أو في مستشفى لطيفة، شو من الفعاليات اللي تسوونها طريقة مستمرة لزيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية؟ هلا احنا عنا بشكل دوري مستمر بنروح بنعمل توعية للجهات الحكومية الموجودة في دبي كمان عشان موضوع الرضاعة الطبيعية. في المستشفى كمان بنقوم بهذا الموضوع، عدا عن انه احنا مستشفى صديق الطفل احنا طبعا وفي عنا عشر خطوات لإنجاح الرضاعة الطبيعية، هي هاي الموجودة في مستشفى لطيفة بنقوم فيها، من ضمنها إنشاء مجموعة لدعم الرضاعة الطبيعية نسميها احنا مجموعة الأم للأم لدعم الرضاعة الطبيعية. بنجتمع كل آخر خميس من كل شهر، بيجوا الأمهات بنحكي معهم عن الرضاعة، حتى اللي من برا حتى اللي مش والدة كمان في مستشفى لطيفة بإمكانها تيجي تستفيد من موضوع الرضاعة الطبيعية. إذن شو مدى استجابة مثلا الناس أو لهذه الفعاليات؟
هلا الحمد لله يعني بتلاقي الأمهات حتى بس يسمعوا المعلومات كتيرهم بيستغربوا، ما بيكونوا عارفين فعلا هاي المعلومات يعني لهالدرجة هاي. فبتلاقي إنه في البداية بتكون أول إشي بتقولك شو رضاعة، عادي جدا شو يعني رضاعة، الكل بيرضى يعني. لكن لما نبدأ إحنا نحكي ونفسر شو لازم الأم تعمل مثلا، وهي بتكون مواجهة مشاكل بتفكرها إنه هي جدا طبيعية عندها، بس لما تعرف إنه لا هذا شيء مش طبيعي ولازم تغييره وشو الطرق طبعا لتغييره وتحسينه، فما شاء الله بيستفيدوا كتير يعني الأمهات وحابين هذا الموضوع. طيب أختي رندا، أنت تكلمتي عن أن هنالك دور للأب ودور لرب العمل وأدوار كثيرة في المجتمع، أنا بغي أعرف الحين فصلي لي شوية شو دور الأب وشو دور رب العمل في هذا الموضوع. طيب هلا نحكي اول اشي عن دور الزوج بهذا الموضوع. برضو من خلال اللي احنا عم نشوفه، بتيجي الام مثلا مشجعها عن الرضاعة بتقولك لا انا برضع، ترى زوجي ما يخليني لازم ارضع. فبتلاقي فعلا انه الزوج لما يكون هو متفق مع زوجته مثلا انه لازم ترضع طبيعيا وبساندها وبشجعها على هذا الموضوع، بتلاقي هي نفسها كمان تشجعت وصارت فعلا بدها ترضع طبيعي. يعني لما الزوج هو يقدر تعب الام بالنسبة لموضوع الرضاعة، بيأمن لها مثلا الوسائل المريحة لانها ترضع، حتى مثلا في هدايا مثلا، اشياء كتير بامكانه انه الزوج يعملها لانه سيارة مثلا مثلا يعني الصراحة. هذا جهد فعلا الأم عم تعمله، بالنتيجة وين لابنهم ليكون ما شاء الله صحته معافى، هذا الشغل كتير مهمة. ففعلا اللي ملاحظ جدا انه الزوج لما يكون يأيد تلاقي ما شاء الله الأم، بس في أزواج ما بتهتم ولا بتسأل حتى شو رضعت ما رضعت لمين عطت يعني، فبالتالي بتلاقي الأمهات هاي ما لها درجة. ممكن حتى أثر على نفسيتهم بعد، والنفسية مثل ما قلنا تلعب دور بعد في الرضاعة، صحيح ولا لا؟ أكيد يعني سبحان الله، حتى مش في بعد الولادة بيكون في الاكتئاب ما بعد الولادة، لما الأم ترضع أكثر بتلاقي هاي نسبة الاكتئاب قلت. صحيح. ففي كله سبحان الله بيكون له كتير عوامل، هذا بالنسبة للزوج. رب العمل يعطيها بونس. لا يخليها تطلع ساعات الرضاعة كمان، يكون مهيلها مكان. يعني ايش مشكلة وانه في مثلا مترين مكان تقدر انها تشفط فيه الحليب مثلا، انه زي ما قلتي يسمح لها بوقت اللي هي ساعة الرضاعة انها تطلع، ساعة الرضاعة هذه بالقانون تاخذها، لان قانون موارد البشرية يعني يعطي المرأة ساعات معينة للرضاعة الطبيعية. هذا بيكون تشجيع، وزي ما حكينا يكون في حضانة كمان في المكان، خاصة اذا كان مكان كبير مؤسسة كبيرة، انه يكون في مكان في حضانة الام يكون ابنها موجود هنا، فبأي وقت بتروح بترضع وما مشكلة بالبريك تايم، يعني أساس ما يكون يتأثر العمل. يعني الدراسات دكتورة، العديد من الدراسات أشارت إلى أن يعني وجود حضانة داخل المؤسسة أو داخل مكان العمل يعني يساهم في زيادة الإنتاجية فعلا. سواء حتى عند المرأة العاملة وأيضا عند الرجل كذلك فعلا. لما يشوف عياله ويزيد حتى الانتماء من قبل الموظف لهذه الدائرة اللي ينتمي لها. فعلا كلامك مظبوط، وكمان زي ما قلت انت انه بيكون في انتماء اكتر للعمل لدى هاي الشركة لانه عم توفر لهم كل هاي الاشياء. وفعلا هاي زي ما قلنا دعوة لانه الكل يتعاون بالنسبة لهالموضوع هذا. لما الام طفلها يرضع طبيعيا منها، على الاقل لما تكون مناعته عالية ما بيمرض كتير، فهي ما بتتأخر عن عملها مثلا، ما بتطلب اجازات لانه ابنها مريض، وهي تحس ان ولدها يكون قريب منها، وهذا يعطيها نوع من الامان، نوع من الترابط بينها وبين طفلها. يعني صح، بتكون الام مرتاحه اكثر لانه ابنها موجود وفعلا عم ترضع، مش لانه والله هي عم تداوم ما رح تقدر ترضع. يعني تحس انه هذا الحق رح يروح منها اذا عم تشتغل. زين اخت رندا، الحين بالنسبه للمراه العامل يعني كيف ممكن تقدر تخزن الحليب بطريقه انه ما تقطع مثلا على طفلها في وقت اللي وقت دوامها مثلا؟ هلا طبعا الحمد لله صارت إجازة الوضع 3 شهور، بس بيقولوا طبعا في أماكن لسه مش 3 شهور يعني، بس الحمد لله يا رب هيدي خطوة كتير منيحة يعني، ودعم كتير كبير كمان للمرأة العاملة اللي بترضع. أهم إشي بالنسبة للأم إنه خلال فترة إجازة الوضع تبدأ بشفط حليبها وتخزينه بالفريزر. حليب الأم بضل بالفريزر مدة 6 شهور ما بيخرب. قالوا 9 شهور الحين، 6 شهور سوى؟ هلا 6 شهور حسب الفريزر، في فريزر أكبر بضل سنة حتى، مش إنه بس 9 شهور. فهو حسب المكان وحسب درجة التثليج. فهي أهم إشي إنه في البداية إنها تشفط حليبها وتخزنه، لأنه مبدئيا كل أم في البداية عندها حليب يكفي 2،
دائما بتحس انه في حليب ازد حتى من كمية اللي البيبي عم بيشربها، فهي افضل وقت انها تشفط، وخاصة انها بالبيت قاعدة تكون مرتاحة، ففي وقت فعلا لتعمل هيك. اثناء الدوام طبعا نفس الاشي، لازم تصير بين كل 3 ساعات او فترة البريك تبعها تروح وتشفط هذا الحليب، وبس ترجع على البيت تستمر بالرضاعة الطبيعية الحصرية من غير اضافات. يعني ممنوع البيبي خلال اول 6 اشهر ياخد لا مي ولا شاي اعشاب ولا ينسون، وشو كمان والله في لستة طويلة، مي وتمر وما عارف ايش، كل هاي الاشياء مش منيحة للطفل اجمالا اول 6 اشهر. جميل، هذا انت توعون الامهات في مستشفى لطيفة بهذا الموضوع، وتذكرتي شغلة جميلة ان حتى هذه البرامج اللي تقومون بها هي مفتوحة لكل الامهات، مو بشرط انها تكون والدة في مستشفى لطيفة. فهذه يعني رسالة لكل الامهات اللي حابين يلتحقوا بمثل هذه البرامج التوعوية، مستشفى لطيفة يفتح لكم ابوابه انه ممكن يستقبلكم في هذا المجال. كل كم عندكم هذه المحاضرات اختي رندة؟ هلا احنا اللي هي المجموعة الداعمة هي اخر خميس من كل شهر بتكون لمدة 2 ساعة، زي ما حكينا بامكانها الام تيجي، حتى الجدة، اي حدا بيكون ممكن يدير باله على الطفل اثناء ما الام في الدوام مثلا. ممكن حتى الام اذا بتلاقي انه والله امها مش مقتنعة في الرضاعة تجيبها كمان، بنحاول انه نحن نحكي نغير مفاهيم الجدة. اهم شيء فعلا الجدة كثير لها تأثير على فكرة، يعني قوي جدا. ما عليكم عطوا شيء فلاني وعطوا ينسون ما سوى شيء. صحيح. أنا بعطيكم سؤال الحين يدور في بالي، الموضوع الحليب المخزن، إنزين هذا إذا الأم هذه تقدر تعطيها لغيرها من يعني الأمهات إنه ممكن يأخذونه حق عيالهم ولا لا؟ هلا نحن دخلنا بشيء تاني، يعني إنه أنت بتعرف إنه إذا صار في رضاعة مثلا لطفل تاني هلا بصير إخوان بالرضاعة. بالرضاعة يعني. صحيح. طبعا هيك دخلنا بشيء تاني إنه لازم يكون في اتفاق بين كل الزوج الأزواج، لازم الأب والأم. علميا يصير؟ عادي. علميا عادي ممكن ها؟ علميا عادي، يعني الواحد ممكن يسوي بزنس من وراء ال 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 ما في برا بزنس، هذا عندهم بنك اسمه ميلك بنك، يعني اي حدا عادي. بس هذا الدونيت اعتقد انه بالتبرع ياخذون البنك بالضبط الحليب، وعادي للاطفال المولودين قبل الاوان بصيروا يعطوهم. هاي مشكلة والله الحين اخوان كلهم برضاعة برا كل كلهم اخوان كلهم اخوان ها؟ هذه مشكلة، ما بيقدرون يتزوجون من بعض، ما عندهم هالثقافة هاي، يعني بالنسبة لهم ما يفرق معهم هذا الموضوع. أوكي، يعني هذه مسألة وايد مهمة، يعني الواحد ينتبه لها يا جماعة الخير، إنه أوكي بخزن الحليب لكن ما بعطي حد كذا، لأنه بيسوي بسوون إخوان بالرضاعة. لا طبعا احنا دائما ننصح الام انها تكتب تاريخ واسم الطفل على الهات، خاصة لما يكون في المستشفى مولود قبل الاوان، فالامهات هذا هو اللي بتعمله، اللي هي عبارة عن انها بتشفط الحليب كل 3 ساعات وبتخزنه في ثلاجة المستشفى، فلازم يكون مكتوب الاسم والتاريخ ورقم البطاقة الصحية، واثنين ممرضات بيشيكوا على الاسم عشان يعرفوا كيف بيعطوا، يعني بتعاملوا مع الموضوع كمعاملة الدواء. زين الحليب يعني. الحليب يحطونه في الفريزر انت عشان لما يطلعونه دكتور يذوبونه ولا شو؟ بيطلعوا بحطوا شوي بالتلاجة شي مدة 4 ساعات، بعدين بحطوا مي دافي بيدفى الحليب ويرضعوا البيبي. هلا كمان في التلاجة بامكانه ينحط الحليب المشفوط حاليا، يعني الفريش المشفوط، ايوه ما بين 5 إلى 8 أيام. اوكي، وبتلاقي الام انه في انفصال بطبقات الحليب، الدسم بيرتفع. هذا شيء عادي؟ هذا شيء عادي فعلا، مجرد حطت مي دافي بيدفى الحليب بيتجانس وبامكانها ترضع الطفل. بحرارة الغرفة الحليب بيضل من 6 إلى 8 ساعات، ما بيخرب حليب الأم. ممتاز. آخر كلمة تبغين توجهينها للأمهات؟ هيدي الفترة سبحان الله ما بتتعوض، وفعلا هيدا حق لكل طفل انه ياخد رضاعة طبيعية بتفيده، بتساعد على نموه، بتساعد على ذكائه، يكملوا يعني يحاولوا الامهات يكملوا لعمر 2، خاصة انه معظم امهات بصير عمر البيبي 1 بتصير تقولك لا خلص بكفي، عم ياخد شوي عم بتسلى. هلا هي ما بتكون تسلاية، لانه بعد عمر 1 حليب الام بصير فيه مناعة اعلى ودهون اكتر، يعني تخيلوا ان البيبي ياخد هالشوي هاي كأنه عم ياخد تطعيم، والدهون الأكثر هي اللي بتساعد على نمو أدمغتهم، فالطفل بصير ذكي أكثر، نبيه، لماح، عندهم ثقة بالنفس عالية جدا البرضاعة 2. العلاقة ما بين الطفل والأم بتكون كتير قوية للأطفال اللي برضعوا 2، فرضعوا يا جماعة، رضعوا يا أمهات، لأنه فعلا ما تعوض هاي اللحظات. شكرا لك دكتورة رندة عبد الفتاح استشاري الرضاعة الطبيعية في مستشفى لطيفة، نحن شاكرين لك هذه المعلومات، وأيضا يعني مسألة مهمة جدا يا جماعة الخير. مثل ما قالت اختي رندة ان الموضوع دكتورة موضوع استثمار في صحة الطفل على المدى البعيد،
فالواحد يعني يستثمر في هذه الأيام الأولى، خاصة أول سنتين من حياة الطفل، هاي أهم سنوات أساس. حياته هاي أساس الطفل، عم نبني أساس جيد. جميل جميل. وأيضا مثل ما قلناكم يعني شجعوا الحريم، حريمنا ما يبون سيارة ولا ذلة. أيوه. يعني تشجيع كلام وردة حلو وردة شوي. زين على وردة ممكن شسمه. حتى لو كلمة حلوة التشجيع يعني دائما المرأة تحب تسمع يعني، فسمعوهم الكلام الحلو يعني. حاضر أنا بسمعت كلمة وايد حلوة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. عدنا إليكم أعزائي المستمعين ونذكركم بأرقام التواصل 600551414 وعبر الرسائل النصية 4006. قبل الفاصل تكلمينا عن أهمية الرضاعة الطبيعية، والحين عندنا موضوع وايد مهم وهو مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، وهو اللي يعتبر من أهم المراكز التخصصية المتميزة بهيئة الصحة في دبي. وهذا المركز حقيقة يقوم بخزن وتجميع وتخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري، وطبعا هذا له فائدة كبيرة في علاج العشرات من الأمراض الوراثية وأمراض الدم المختلفة. وعشان الحديث عن هالموضوع أكثر عندنا في الاستديو ضيفتنا اليوم الأستاذة فاطمة الهاشمي، رئيس وحدة تسجيل المتبرعين وباحث كلينيكي ثاني بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. أهلا وسهلا فيك أستاذة فاطمة، ونورتينا اليوم في الاستديو. الله يسلمك، مرحبا. شكرا لك أختي فاطمة على هذه الزيارة ومشاركتنا الحلقة اليوم. أرقام التواصل 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا متواجدين معاكم عبر حساب نور دبي على الإنستغرام. أمراض أو خدمات مركز دبي للحبل السري كثيرة، نحن نتحدث عن الأشياء اللي أنتم تقدمونها في هذا المركز، التقنيات، الإنجازات، الإمكانيات، الكفاءات الطبية اللي موجودة في هذا المركز. ففي البداية خلينا نتكلم عن المهام بشكل عام اللي يقوم بها هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز دبي دم الحبل السري والأبحاث هو المركز الحكومي الوحيد في المنطقة، وطبعا هذا المركز يقدم تبرع بدم الحبل السري أو التخزين دم الحبل السري. فالأم عندها خيارين، أو أنها تخزن دم الحبل السري بمقابل 9000 درهم حق 30 سنة، أو أنها تتبرع بهذا الدم لمساعدة الآخرين، وفي وايد حالات تحتاج دم الحبل السري للزراعة. فطبعا احنا في دبي، في مركز دبي دم الحبل السري والابحاث، عندنا تقنيات عاليه واجهزه اخر الاجهزه اللي في هذا المجال. وطبعا نهتم بشكل كبير في طريقه جمع الخلايا الجذعيه في مستشفى الولاده وبعد ولادة الطفل، وطبعا وفي طريقة فصل الخلايا الجذعية من دم الحبل السري. فعندنا أجهزة ذات تقنية عالية إن كيف طريقة إنها تفصل الخلايا الجذعية في مكان يعني آمن ومعقم في اللابات. إنزين أستاذة فاطمة، شو دور الخلايا الجذعية في علاج أمراض الدم الوراثية؟ ممكن تعددين بعض الأمراض اللي يمكن نعالجها بهالخلايا؟ الخلايا الجذعية طبعا المتواجدة في دم الحبل السري هي نفسها الخلايا الجذعية اللي في نخاع العظم. طبعا من 20 سنة اكتشفوا أن المشيمة تحتوي على خلايا جذعية ممكن نتعالج أكثر من 80 مرض. فطبعا هي كل الأمراض اللي تعالجها الخلايا الجذعية بشكل عام هي أمراض الدم، يعني مثل الثلاسيميا، اللوكيميا، سكل سن أنيميا، الأنيميا المنجلية، عندنا أي شيء مرتبط بالدم، الأمراض المناعة المكتسبة، العمليات الأيضية، أمراض العمليات الأيضية، فكل هاي الأمراض طبعا تعالجها الخلايا الجذعية. فطبعا نحن دائما نقول ان الدم الحبل السري اللي متواجد في المشيمه الجسم من بعد الزراعه انه يرفض العينه طبعا اقل بكثير من الدم المتواجد كان في نخاع العظم.
فنحن نشجع يعني الأم، يعني هو يعتبر ترى من النفايات، يعني قبل كان في قديم من زمان كان يرمون المشيمة، يعني ما كانوا يحتفظون فيه. لا هو ما يعتبر من النفايات، هو كنز ثمين كان يرمى. هي نعم، مع الأسف الشديد يعني إنه كان يرمى، فحين من 20 سنة اكتشفوا إنه يحتوي على خلايا جذعية وممكن يعالج أكثر من 80 مرض. صحيح. فنحن نشجع الأم، يعني هو لا في ألم للطفل ولا للأم، فعبارة عن يعني آلية بسيطة 8 دقائق بعد ولادة الطفل ويتم فصل الطفل. فالأم دائما تحات يعني هل الطفل بيتألم ولا شيء، يقول لا الطفل يتم فصله يعني. فقبل ظهور المشيمة عبارة عن كيس تجميع، إبرة بسيطة تدخل في الحبل السري وينسحب الدم من الحبل السري اللي هو جاي من المشيمة. جميل. شو أنواع التبرع بالخلايا الجذعية؟ فنحن عندنا نوعين، هذا نحن المركز الوحيد اللي يقدم النوعين من التبرع، اللي هو ممكن تبرع عام اللي هو ما له اي رسوم، فالام ممكن انها تتبرع بدم الحبل السري عشان تساعد الاخرين اللي محتاجين العينه، او ممكن ان تخزن العينه لنفسها. فنحن دائما نشجع اذا عندكم امراض في العائله او ان مثلا في عندكم طفل مصاب، الافضل انه يتم تخزين دم الحبل السري للعائله بمقابل 9000 درهم فقط ل30 سنة، ما في اي رسوم تدفع أكثر من شيء إلا إذا في حالة بغو التطابق النسيجي في رسوم ب2000 درهم. لكن بالنسبة للتبرع بدم الحبل السري طبعا هو ما في للرسوم، وبالعكس أنت بتساهمين في علاج يعني حد محتاج لهذه العينة أو إنقاذ كثير من إنقاذ حياة ناس محتاجين لعينة دم الحبل السري. إنزين أستاذة فاطمة، كم عدد العينات اللي تم تخزينها الحين؟ طبعا إحنا عندنا لنا الحين 6000 عينة تم تخزينها في المركز، ونحن دائما يعني ما نركز على العدد كثر ما نركز على النوعية المخزنة، يعني نحن يهمنا أن نخزن نوعية جيدة، لأن في النهاية الأم تحتاج هذه العينة للزراعة في المستقبل. فإذا خزننا شيء يعني مثلا ويكون غير مناسب للزراعة بسبب قلة عدد الخلايا الجذعية أو أن خلايا جذعية غير حية متواجدة، فيكون هذا الشيء يعني ما ينفع. فلذلك يعني جدا مهم أن نشوف نوعية الخلايا الجذعية اللي مخزنة في المركز أكثر من العدد المخزن. ممتاز. والتبرع يعني لكافة الجنسيات طبعاً. داخل وخارج الدولة؟ لا فقط داخل الدولة، وحين حاليا التبرع مقتصرين فقط على مستشفيات الحكومة اللي هي مستشفى لطيفة ومستشفى دبي. جميل. في سؤال هنا يقول الحبل السري ممكن يعالج المرضى اللي عندهم أمراض جينية؟ الأمراض الجينية اللي فيها كروموسوم الأبنورماليتي يعني ما يعالجها دم الحبل السري. الحبل السري يعالج أمراض الدم، يعني الأمراض الوراثية اللي متصلة بالدم، يعني مثل عندك ثلاسيميا يعتبر مرض وراثي متصل بالدم، أو طبعا اللوكيميا طبعا يعتبر بعد من أمراض الدم. لكن إنه يكون في خلل في الجينات إن ممكن الحبل دم الحبل السري يعالجه، لا ما يعالج، هو لأنه هو عبارة عن خلايا غير متخصصة، وإن تكون يعني يحل محل الخلايا المتضررة في الجسم. يعني وظيفة الخلايا الجذعية أنها هي من تحقنها في الجسم تروح تحل محل الخلايا المتضررة وتنتج خلايا جديدة. هني هي تقول بنتي عندها مرض جيني بس ما نعرف هل ينفع يزرعوا لها من الحبل السري أو لا، وهي عندها تشنجات. أعتقد يعني مثل هاي الحالات يفضل أن واحد يشوف التقرير كامل لهذا الموضوع ونستشير فيه دكتور الزراعة. يعني نحن يعني وظيفتنا في المركز أن نخزن دم الحبل السري، لكن في استشارات مثل هذه تروح لدكاترة متخصصة الزراعة، هم يخبرونهم أن ممكن علاج هذه الحالة أو لا. إنزين أستاذة فاطمة، ممكن تعطينا بس فكرة عن الحالات المرضية اللي استفادت من الخلايا المخزنة عندكم في المركز؟ إحنا عندنا تقريبا 17 حالة مرضية استفادت من الخلايا المخزنة في المركز، وأغلبها هي كانوا مخزنين الخلايا، يعني كانوا يعرفون أن عندهم حالات مصابة فحملوا عسب أن يخزنون الخلايا الجذعية لإفادة الأطفال الموجودين عندهم المصابين. طبعا أغلب الحالات ثلاسيميا، وعندنا لوكيميا، وعندنا الأنيميا المنجلية، بس يعني نحن عندنا وايد حالات الثلاسيميا، ويعني نحن نعرف ان الثلاسيميا الحين ممكن يتعالج تماما من الخلايا الجذعيه اللي من الحبل السري او من نخاع العظم. فنحن نشجع كل ام يعني، والطفل افضل يعني قبل ما يكبر افضل، كل ما كان اصغر عمرا يعني افضل زرع الخلايا الجذعيه. طيب شو هي الشروط والمعايير الخاصه ب يعني تخزين الخلايا الجذعيه المستخلصه من الدم؟ يعني انا اتكلم عن الكميه اللي تاخذونها، كيف تفحصون إذا كانت خالية من الأمراض، هل ممكن تكون الكمية هذه مجهولة الهوية؟
طبعا هالسؤال جدا مهم اللي هي شو المعايير، يعني هذا أهم شيء لازم نركز عليه. يعني نحن كمركز حكومي عندنا معايير عالمية خاصة لتخزين دم الحبل السري، فالمعايير اللي عندنا يعني نهتم لكمية دم الحبل السري، جدا مهم أن الكمية تكون كافية، نوعية الخلايا الجذعية، مدى أن كانت هذه الخلايا حية أو غير حية، بعد طبعا هذا جدا مهم عشان تي نحن الفحوصات كلها نسويها قبل ما نخزن العينة، عشان تي النتيجة تأخذ 3 أسابيع لظهور النتيجة، نتأكد أنها خالية من الفيروسات وأن كميتها كافية أن ممكن تستخدم الزراعة مستقبلا، وانها تكون خلايا جذعية حية. طبعا عشان شي في عندنا عينات ترفض، وينا وايد اسئلة يعني ليش العينات ترفض عندكم بالمركز، لان احنا فقط نحب نخزن العينات اللي نعرف اذا الام احتاجتها يوم الايام للزراعة انها هي صالحة للزراعة وتكون مفيدة. هي عسب شي العينات اللي نرفضها نحن نسترجع المبلغ للام، يعني هو المبلغ 9,000 درهم، اذا رفضت العينة نرجع 8,000 درهم وفقط ناخذ رسوم التسجيل، عشان ان شاء الله في المستقبل انه ممكن تخزن دم الحبل السري، يعني محاولة ثانية أن تنجح. وفي حالة عدم صلاحية العينة للتخزين، يعني في هناك إجراءات آمنة عشان تخلص من هالعينة؟ هي طبعا نحن في مستشفى لطيفة وفي طبعا هيئة الصحة بدبي عندنا طبعا بروسيجر معين للتخلص من طبعا يعتبر نفايات الدم هذه طبعا، وحتى المتبرعين لهم يعني خاصية معينة، يعني ما نعرف من المتبرع يكون، مو مسجل في السجل من المتبرع، يعني هذا أصلا إحنا ما نملك الأحقية أن نبين من المتبرع بدم الحبل السري، نفس المتبرع بالدم بشكل عام، يعني تتحافظون سرية تامة وهوية طبعا، هذا لازم، هذه هاي من المعايير بعد أن تكون هوية، طبعا محافظين على الهوية، وأن ما تخلص بشيء نتخلص بطريقة بروسيجر معين للتخلص من الدم. طيب الأخت هني تسأل هل ينفع للأطفال اللي عندهم سكري وتقول مرض السكري الكاذب هل ينفع لهم؟ شو السكري الكاذب؟ هل تقصد مثلا الحمل السكري مثلا؟ والله يمكن أو سكر الحمل، عفوا سكر الحمل، سكر الحمل المفروض انه يزول بزوال يعني بالولاده، يعني الا في حالات مثلا في حالات 50% ممكن يرجع بعد عقب فتره اذا ما انت ممكن يفيد لمرضى السكري. بالنسبه لمرضى السكري بشكل عام طبعا هاي تحت الابحاث، يعني نحن نتوقع انه في المستقبل طبعا في حالات تعالجت يعني بس تحت ابحاث بعدها، مش انه نقدر نقول من الحالات ال100% تم علاجها. فالامراض السكريه وفي امراض طبعا اللي هو حتى لو سمعتوا عن الركب الحين بدل تبديل الركب في حقن خلايا جذعيه، كلها لا امور هذه قيد الدراسه وتحت الابحاث، بس نحن نخزن العينه 30 سنه، فنحن ما نعرف العلم يتطور بشكل يومي، ففي المستقبل نتوقع ان علاج كثير من الامراض اللي الطب ما قادر يعالجها حاليا. في كميه معينه تاخذونها فضلا، لان انا قلت تاخذون من 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 الحبل السري حقنه، زين هذه الحقنة هي اللي تتخزن ولا أبغى أعرف، يعني ما تخيلها. هو بعد ولادة الطفل عندك هو مثل الكيس التجميع للتبرع بالدم، يعني أوكي. عبارة عن كيس أوكي. ينتهي يعني كيس حوالي 200 ML يعني أوكي. الكمية اللي ممكن تنسحب منها، نهاية أبرة، هالأبرة يدخل فيه الحبل السري. طبعا الكمية يعتمد على وزن الطفل وحجم المشيمة، كل ما كانت المشيمة أكبر طبعا كل ما كان الدم أكثر، فيقدر تقدر النيرس تسحب كمية دم أكثر من تيس ولا تيس واحد؟ لا تيس واحد، يعني إن شاء الله يكون نحن نتمنى تيس واحد يوصلنا، يعني يكون كافي، يعني لأن في عندك أطفال يكونون مولودين قبل 37 أسبوع، يعني يكون بريماتور بيبي، هذيل يكونون دائما كمية الدم عندهم قليلة. فنحن من وزن الطفل نقدر نقول إذا الكمية بتكون كافية، يعني 2.7 و2.5 دائما أطفال أحجامهم جدا قليلة، نعرف أن الكمية الدم بتكون جدا قليلة، أن هي تعتمد على الدم الموجود في المشيمة. أما الأطفال اللي يكونون يعني ما شاء الله 3 كيلو فوق، دائما نشوف ما شاء الله كميات الدم عندهم أكبر، فنسحب كمية أكبر من الدم. سامحيني الدكتورة بس هني، يعني أنا في بالي مجموعة تساؤلات، يعني في بعض الأسر مثلا مبلغ 9,000 درهم ما يكون عندهم موجود كاش مثلا ممكن يدفعونه وكذا، في برامج تسهيل لعملية الدفع بالنسبة لهذه الأسر اللي ما يعني ما عندهم هذا المبلغ حاضر، أو ممكن هذا المبلغ يكسر ميزانيتهم للشهر؟ صح، هذا من المواضيع اللي كثير من المراجعين طالبين تقسيط المبلغ، ونحن شغالين في هذا الموضوع مع المالية، وإن شاء الله عما قريب بيكون في إن شاء الله أن نقدر نسهل على الناس ذوي الدخل البسيط أن يقدرون أن يخزنون. بعد هذا الشيء بالعكس إذا كان في تقسيط أنه بيشجعهم أن يخزنون دم الحبل السري، فهي موضوع نحن قاعد ندرسه إن شاء الله.
زين هذا اقتراح مني انا ولا تحسبه ولا اقتراح موجود من زمان؟ لا بالعكس الحين يمكن الاقتراح الحين اكثر ها ياخذ حيز التنفيذ ان شاء الله. نحن يعني هذه دعوه نبعثها بعد للزملاء في الماليه على راسهم الاستاذ جاسم العوضي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المؤسسيه أن يأخذون في عين الاعتبار هذا الموضوع، لأن ما دام أنت قادر تسهل على الناس وقادر تعطيهم خيارات متعددة في هذا الموضوع، القضية في النهاية نحن نسعى إلى صحتهم ونسعى للحفاظ على أمن وسلامة هذا المجتمع. زين ممكن أستاذة فاطمة بس تكلمينا عن الكوادر العاملة بالمركز أو الجهود اللي تقومون لتحقيق الأهداف في المركز هذه أو شو الأنشطة اللي تسوونها عندكم؟ طبعا الحمد لله الكوادر كلها تكون تخضع لتدريب معين على كيفية التعامل مع دم الحبل السري وكيفية فصل دم الحبل السري. طبعا الكوادر مهمة والأجهزة المتواجدة بعد جدا مهمة، يعني نحن نعتبر مكان متخصص يعني، فمهم جدا التركيز على كيفية مثلا فصل دم الحبل السري، وحتى مو فقط الكوادر الموجودة في دم الحبل السري مهمة، حتى الموجودة في المستشفيات، لأن سحب دم الحبل السري يتم سحبه عن طريق الدكاترة أو الممرضات. والحمد لله يعني في ورشات تدريبية دائما تحدث، يعني ندرب الممرضات على كيفية سحب دم الحبل السري وندربهم يعني بعد على شو المستجدات الموجودة يعني عند دم الحبل السري، شو آخر الأمراض اللي تعالجها، عسى بتكون الممرضة على وعي والدكتور على وعي أن شو الأشياء اللي حاليا دم الحبل السري يغطي، فهذا جدا مهم. أو كيف يزيدون بعد نسبة الوعي يعني بين نعم. طبعا الوعي دائما أقول الوعي مش فقط دور المركز يعني صحيح. دور الكل، لأن هو نحن ما نشوف المرضى بشكل يومي، يعني الحامل أكثر شيء يزور المستشفى، فعشان شيء نحن الحين خصصنا في مستشفى لطيفة مستشفى دبي ممرضات فقط ينقلون معلومات عن دم الحبل السري هذه قبل الولادة طبعا الولادة يعني قبل ما كان هاي موجودة من 2016 بدينا هالشيء ولاحظنا إقبال كبير في تبرع بدم الحبل السري والتخزين من الناس، لأن على أساس أن خلاص كان موجودة الخدمة في المستشفى، في الأمور في داعي تي تزور المركز في المستشفى، لما هي تي تشوف دكتوراتها يخبرونها عن دم الحبل السري وأهمية دم الحبل السري. جميل، نقدر نتبرع بدم الحبل السري في المشافي الخاصة قالت اختي فاطمة؟ هي نعم، في مستشفيات معينة مسجلة عندنا، لو تتصل عند المركز 10 مستشفيات معينة مسجلة نحن موقعين معاها العقد، فيكون إنه ممكن إنه تخزن دم الحبل السري، أما التبرع فقط يقتصر على مستشفى لطيفة ومستشفى دبي في الوضع الحالي. جميل. هل يمكن زراعة خلايا جذعية لتلف جزء من الدماغ بسبب النزيف؟ أتمنى من الدكتورة تتواصل معي بخصوص والدي ولكم الشكر. والله مثل هذا المواضيع نحن دائما تقرير طبي نحتاج، ونحن كمركز حبل السري ما نرد على أسئلة مثل هذا، نوصلها لمراكز الزراعة، ومراكز الزراعة هم أنسب ناس يردون على هذا، فإذا يطرشوننا التقرير للمستشفى على مركز دبي دم الحبل السري تواصلوا معنا على أرقامنا، ونحن إن شاء الله نقدر نتواصل مع مراكز الزراعة ونشوف إذا في مجال لعلاج. نذكر بالأرقام إذا تحضرت الأرقام 042194010 و 042194011 وأيضا على 80342 ممكن يحولونكم على المركز بشكل مباشر. كم ساعات الدوام عندكم؟ من 7:30 2:30 واللابات تكون شغالة للساعة 5، وطبعا نداوم حتى في الإجازات الرسمية حسب أن الأم ممكن تولد أي وقت صحيح. فلازم يتم عملية فصل الخلايا الجذعية. آخر سؤال قبل لا نختم، قمت بحفظ دم الحبل السري لمدة 10 سنوات، باقي سنة وتنتهي، بعد ذلك ماذا يحدث وما هي العلاجات التي ثبت علاجها؟ هو تخزين دم الحبل السري نحن عندنا 30 سنة العقد. هي تقول الحين سوت 10 سنوات يمكن مو من الإمارات ما أدري، بس بشكل عام هو في العادة يعني هم ليش يقولون 10 أو 20 أو 30؟ هو في العادة الدراسات حاليا من اكتشفوا هذا الشيء دم الحبل السري إنه متواجد في طبعا في المشيمة، كانوا بعد كل 5 سنوات يطلعون عينة منها ويفحصون إن مدى يعني هاي العينة كيف صلاحية. بعد صلاحيتها بعد 5 سنوات، فاكتشفوا إن هي مثلها كأنها تم تخزينها في نفس اليوم، فهو في المستقبل يتوقعون إنه يتم تخزينها يعني للأبد يعني، بس إن هم عسب دراسات معينة في تجديد نظام تجديد والله هو فيه
يعني احنا كنا 20 سنة من سنتين جددنا سوينا 30 سنة فهو كله يعتمد والله يعني ما زدنا المبلغ يعني هو نفس المبلغ بنفس المبلغ يعني بالعكس نحن بنحط مبلغ بسيط عشان الكل يقدر يعني واجد في عندنا حالات تحتاج هاي العينات فمبلغنا رمزي مقارنة المقابل يعني 30 سنة يعني سبحان المقابل مراكز الموجودة بدم الحبل السري في دبي نحن يعني أكثر مبلغ رمزي وحتى خارج الدولة لأن أعتقد المبلغ هو مو الغرض منه مو بربحي على كثر ما هي تشغيلي لهذا المركز فاطمة الهاشمي نحن شاكرين لك وجودك معنا وشاكرين لك يعني هذه التوضيحات وهذا الموضوع الجميل اللي دائما نحن نحرص على أن نقدمه للمستمعين لأن موضوع مهم جدا والتوعية به جدا ضروري السادة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة تسجيل المتبرعين وباحث إكلينيكي ثاني بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث شكرا لك شكرا لك دكتورة بدرية هني يمكن هذا السؤال بحول عليك اللي هو يقول الأم اللي ما عندها حليب شو تسوي في أم ما عندها حليب أول شيء هذا الشيء وايد متداول عندنا في المجتمع وهذا الشيء غلط يعني ما في أم ما فيها حليب بس إحنا لازم نحاول المحاولة جدا مهمة ولازم التحفيز دائما الأم أول ما تبدأ يقولون لا والله أنا ما فيني حليب خلاص وتوقف رضاعة وهذا غلط كل ما أنت حاولتي ترضعين كل ما بيطلع الحليب أكثر وهذا شيء معروف شكرا لك دكتورة بدرية الحرمي كانت معانا بعد كذلك يعني شاركتني تقديم هذه الحلقة ونشوفك إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله شكرا لك ميرا المري مشكورة ما قصرتي وشكرا لك رحاب المروشد وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي في الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.